ايه معاكم محمد كوانتو احسن العاب. النهارده في ماينكرافت، وزي ما انتوا شايفين انا لابس هدوم عشان حاجات كده غريبه، بس انا عندي شويه حاجات كده ولا عايز ابني بيهم، وهبني بشويه حاجات هي ايه ما اعرفش، بس لازم اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انا هجيب ديت قدام بيت، وهات سيف، هو انا لابس طنيط طنبي، اوكي كده صح. يلا هنبني البيت فين؟ هنا ممكن ندخل هنا. كبير، لا الحق نفسي، استنى اجيب بلوكه. طبعا مش موجود، مشكله بلوك الابيض. ايه رأيك بلوك الابيض عادي؟ بس انا هنقوم عاملين كده، طيب نروح في البحر كده كده، ده طلع الدرج. يا عم انا غرقت خلاص. كده اقدر اعمل ايه؟ هنا البلوك الابيض اهي، طبعا البيت هيكون ليه اثر كبير قوي، ان هو هيكون كبير وهتبني في ليله كبيره، بس هنعمل حاجه سريعه ان شاء الله. طبعا الحته دي بتعزز على النوم يعني في البيت، هعرف ايه ده؟ عشان انا عملت حرف التي ولا ايه؟ بس تنتخينه بس. اوكي ابني البيت ازاي؟ هو البيت محتاج حاجة ضخمة، وانا بديت احس اي كلام صورته ضخمة. طبعا معايا بو قد السمك اللي تحت دوت، عشان جعان قوي. ابو السمك قد ايه؟ انا صياد البو، انا سمكايه. اجيبها في دماغه. اوكي هروح اصطاد لي شوية سمك كده. ثم بمائي عشان اتخلص منه. لا سمك يا كلب، الكلب ده هي سلسلة سمك. مش مشكلة سيبك منه تهنمو. اوكي
طبعا انا بكبر. او ماي جاد، هنعمل ايه تاني؟ هنجيب دوت. كنا عايزين نجيب ايه تاني؟ نسيت. ايه ده؟ بس هنحطها فين؟ تعرف تعالى عندي البو راح. مش مشكلة شباب، البو راح بس معانا مش عارف ايه. حط كمان ده عشان نعرف نبني في ماينكرافت. ممكن نعمل نصها، حط ديت وهنكتب البيت لكم كام. رقم 8 ومعها الشيلة اللي كانت بابا صلح. بابا صلح. انا سد وعدتني على فكرة. جبت البيت من هنا، هم أفهم حتين حتين كمان. طبعا انا بعمل شوية حاجات كده. البيت مثلا هيكون لحد هنا مثلا. اوكي، هو بيت صغير معنا يعني، بس هيكون بيت ان شاء الله يا هاجب. كن هعمله بالسلم اللي كنت سلم يا شباب، سلم الريدستون. لا امشي 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 شاف مي بر. يا عم امشي بره. اوكي قتلته، معرفش كم البيت قتل ولا. يا عم ايه اللي جابني هنا؟ مش فايق ده. بص هو بجرب حاجة ممكن تنفع معايا. اوه هتصبر معاك ان شاء الله. عملت اول سلم يا شباب في ماينكرافت.
يلا 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 يا رب نخلص عاش. بس لما ببني بسرعة شباب، مش ببني بسرعة في الحتة. مش انا عملت سلم، بصوا اول سلم عملته على وجه الارض. مش ناقصين ده اللي كان ماما خدت بالي. اصطدت انا سمكين يا شو. بس ده السلم بتاع الدور التاني طبعا، عشان انا كنت هعملها آلي زمن ونجحت الخطة. انا اعمل لكم بيت بسلم. طبعا هعمل لكم ده كامل، يبقى درع بايا لي اظن يعني بسلم بكل حاجة. طبعا بخلص الكلام ده في ثانية يعني. الصبح طالع عشرة عصافير اهي، او سمك يعني. طبعا لما انا بسافر انا مش معاي حاجة، يبقى اي اعرف اطلع السلم. طبعا حياتي تبقى متواضعة، تبقى هنا عايش في بيت متواضع، عايش في البيت المتواضع. عامل مشكلة في ماينكرافت لان انا مش بعرف اطلع في السلالم.
اختلاع وفوت اطلع كده. خلاص يا شو، والله بتخلص البيت خلاص، دي اخد الاكل على تكة. يعني احنا اكلنا خلص الكلام، عندنا بس نحط له الباب ونقفل له الحتة دي، نكون احنا عملنا البيت الجديد في ماينكرافت. طبعا انا خبرة على البيت. بصوا يعني هعمل له سقف كمان، هيبقى ايه بسلم وكل حاجة انتوا عايزينها. قولي في الكومنتات يا شباب انتوا عايزين تبقوا بلكونة، اي حاجة تقولها في الكومنتات اعملها في ماينكرافت زي السلم ده وكده. خلاص قربنا نخلص، عندنا كده يعني البيت هيكون بيتي المتواضع الحلو الجميل المتوسط. كل هم 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 بس كده. هبقى اصلح يا عم. بيت المتواضع دوت يا شباب سنه هتلاقوه خلص. بعد يا شباب أول بيت يتصنع على وجه الأرض بسلم بكل الأشكال ديت يا شباب. آخر مهمة عملتها هي ديت يا شباب، وأخدت عليها مجهود. تحبوا كده مقطع النهاردة، وأشوفكوا الفيديو الجاي.
وسلام.